بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سوف نتناول في هذه الحصة إن شاء الله تعالى درس الاستعارة من خلال تعريفها وأركانها، كما سنتعرف بطبيعة الحال على أنواعها. فأول شيء نبدأ به الدرس وهو تعريف الاستعارة. فالاستعارة بحسب تعريفها هي تشبيه بريء حذف أحد طرفيه. وعندما نقول تشبيه بريء بمعنى محذوف، بمعنى محذوف الأداة ووجه الشبه. كذلك الاستعارة يعني تشبيه بليغ حذف أحد الطرفين بمعنى محذوف المشبه والمشبه أو المشبه به بطبيعة الحال. نأخذ مثالا ثم نستدرج من خلاله هذا التعريف. نقول مثلا زيد أسد. فزيد في هذا المثال يعتبر مشبها والأسد يعتبر مشبها به وهو تشبيه بليغ، لأن قلنا حذفت فيه الأداة التي يمكن أن نقدرها بكاف، فنقول زيد كالأسد بطبيعة الحال، ثم محذوف وجه الشبه الذي يمكن أن تقدره بالقوة والشجاعة. إذا ما حاولنا أن نحول الآن هذا التشبيه إلى استعارة فإنه يتوجب علينا أن نحذف المشبه أو نحذف المشبه به، ثم نحذف الأداة، ثم نحذف وجه الشبه. فإذا أردنا أن نحذف المشبه مثلا يجب أن نعوضه بصفة يعني تخصه، فنقول مثلا ضحك، وضحك صفة تعوض لنا زيد، ونضيف المشبه به لكي نحافظ عليه، لأن قلنا الاستعارة حذف أحد الطرفين وليس الطرفان معا، فنقول ضحك الأسد، وبالتالي هذه استعارة. لماذا؟ لأن الأسد لا يضحك، وبالتالي بطبيعة الحال نجد على أن هذه صفة إنسانية أعطيت للأسد بطبيعة الحال. تقدير الكلام هنا على أن المشبه محذوف والمشبه به مذكور، فنقول زيد على مستوى التشبيه، نقول زيد كالأسد في القوة والشجاعة بطبيعة الحال. فعوضنا زيد بصفته وهي الضحك. ممكن أن نعوض كذلك الأسد ونحذف الأسد ويبقى لدينا المشبه، ثم يحدث المشبه به. عندما نقول مثلا زيد، ولاحظوا أننا حافظنا على المشبه زيد، يزأر. فاستعرنا صفة حيوانية وهي صوت الزئير الذي يخص الأسد إلى زيد، وتقدير الكلام نفس يعني الجملة التشبيهية على أن زيد كذلك هنا شبه بالأسد. وبالتالي الاستعارة في تعريفها التطبيقي، الاستعارة في تعريفها التطبيقي هي تشبيه حذف منه أولا الأداة، ثم وجه الشبه، لذلك قلنا فيه بليغا، ثم إما المشبه أو المشبه به بطبيعة الحال. وبحسب الطرف المحذوف سيكون يعني لزاما علينا أن نحدد نوع الاستعارة، وأنواع الاستعارة سنتطرق إليها الآن إن شاء الله تعالى، إما أن تكون يمكن يدا وإما أن تكون تصريحية بطبيعة الحال. إذا سنحاول بعد التعريف أن نتحول إلى تحديد نوع الاستعارة، ولا بد هنا أن يبدأ دائما التلميذ أثناء إنجازه بتطبيق على الاستعارة أن يبدأ بتحديد أولا أنواع قبل الأركان، لأن النوع هو الذي يمكن
من تحديد اللفظ المستعار بحيث أن اللفظ المستعار يختلف من الاستعارة الممكنية إلى الاستعارة الصلاحية كما سنوضح ذلك فيما بعد بحول الله إن شاء الله تعالى. إذا العنصر الثاني بعد تحديد الاستعارة وهو تحديد أنواع الاستعارة، تنقسم الاستعارة بحسب طرفيها إلى نوعين. نوع الاستعارة بحسب طرفيها. لماذا قلنا بحسب طرفيها؟ لأن الاستعارة لها أنواع عدة، وهذه الأنواع أنتم تدرسونها في مقرر هذه السنة بطبيعة الحال، فقط تدرسون نوعان بحسب الطرف المحذوف، فتكون الاستعارة إما تصريحية وإما استعارة مكنية. فالاستعارة التصريحية هي التي يصرح فيها بالمشبه به، وسميت تصريحية وهي اسم على مسمى. لماذا؟ لأنه يصرح ويذكر المشبه به بطبيعة الحال، عندما نقول يصرح بمعنى يذكر المشبه به في المثال ولا يحذف. ويجب الإشارة هنا على أننا سنركز فقط على المشبه به فقط من حيث يعني أن يكون مذكورا أو أن يكون محذوفا. بالنسبة للاستعارة الممكنية وهي التي يتم فيها حذف المشبه به وذكر لازم من لوازمه، وتلاحظون أننا نشتغل فقط هنا حتى لا نفيدكم على المشبه به في حالة وروده والتصريح به، وفي حالة بطبيعة الحال كذلك يعني حذفه من المثال. وذكر لازم لوازمه، ويقصد باللازم بمعنى الشيء الذي يلزم المشبه به إذا حذف، ويتركه كأطران يدل عليه ويستدل من خلاله كذلك يعني قارئ الاستعارة أو محللها على أن المقصود هذا المشبه المحذوف بطبيعة الحال، وبالتالي الصفة قد تعود على المشبه به بعد حذفه. سنأخذ مثالين لتوضيح نوعين معا. نأخذ مثال أول على مستوى الاستعارة التصريحية فنقول فيه مثلا قال الطفل يمدح أباه. هذه جملة يعني تصديرية توضيحية، ثم استعارة في حدودها نقول فيها رأيت أسدا، رأيت أسدا أو كلمني أسد. إذا أردنا أن نعطي الاستعارة بشكل دقيق أكثر نقول كلمني الأسد بطبيعة الحال. إذا بالنسبة إلينا هنا الطفل يمدح أباه ويصفه بالأسد، وبالتالي المقصود في هذا السياق ليس الأسد وإنما الممدوح أو الأب بالنسبة للطفل. ويكون تقدير الكلام ها هنا، يكون تقدير الكلام ها هنا أن الأب كالأسد، أن الأب كالأسد في القوة والشجاعة. وبالتالي نجد أن الطفل قد شبه أباه بالأسد، والأب مشبه بحسب التشبيه الآن، الأب مشبه فيما الأسد مشبه به. ونلاحظ على أن هذا المثال ذكر فيه الأسد وقلنا أن الأسد مشبه به ولم يذكر فيه الأب، ولما صرح بالمشبه به الذي هو الأسد كانت استعارة صريحية بطبيعة الحال. في المثال الثاني نأخذ مثالا على مستوى الاستعارة المكنية ونقول يزأر الذي قلناه سابقا، مثال الذي قلناه سابقا خذوه، أو نأخذ مثالا آخر نقول فيه قال تعالى
فعل الرأس شيبة. أكيد أن الرأس لا يشتعل بطبيعة الحال، وهذا تعبير مجازي، وإنما الذي يشتعل هو الفحم. دائما التلاميذ ما يقولون على أن الذي يشتعل هو النار، النار مشتعلة، وهنا لا بد من التذكير على أن هذه السعارة لونية، لذلك يجب أن نأخذ الطرف الذي يكون محذوفا وهو الفحم، لأن العلاقة ما بين الرأس وهي لون السواد يكون الرأس أسودا، فيما يكون الفحم أسودا، ثم يصير الرأس إلى لون رمادي عندما يصير شيبا، ثم يصير الفحم إلى الرماد ويأخذ لونا رماديا كذلك. وبالتالي هنا بنحول من السواد إلى الرمادي من الرأس إلى الشيب، وهنا بنحول من السواد إلى الرمادي من الفحم إلى الرماد. وبالتالي هنا يكون تقدير التشبيه في هذه الاستعارة الرأس يشتعل كالفحم، لأن صفة الاشتعال هي صفة حقيقية مرتبطة بالفحم وغير مرتبطة بالرأس، وإنما يعني ارتبطت بالرأس هنا مجازا وليس على وجه الحقيقة. ثم وبالتالي نقول على أن الرأس مشبه والفحم مشبه به، ولما كان يعني المشبه به الفحم غير مذكورا في المثال، لأن قلنا اشتعل الرأس ذكر المشبه وحذف المشبه به، بالتالي المشبه به غير مذكور، صرح بها على سبيل الاستعارة المكنية، وقد ترك الفحم بطبيعة الحال شيء يدل عليه بمعنى لازما من لوازمه وهو صفة الاشتعال، فاشتعل لا تلزم الرأس حقيقة وإنما تلزم الفحم، فحذف الفحم وترك أثرا يدل عليه لكي يصل إليه المتلقي وهو الاشتعال بطبيعة الحال، فكانت استعارة مكنية حذف فيها المشبه به وهو الفحم وترك لازما من لوازمه وهو الاشتعال. الآن بعد تحديد الأنواع الاستعارة على أن الاستعارة الصلاحية يحذف بها المشبه به، والاستعارة المكنية الاستعارة الصلاحية يصرح فيها بالمشبه به، والاستعارة المكنية يحذف منها المشبه به ويذكر لازم من لوازمه. نتحول بعد ذلك بطبيعة الحال إلى دراسة أركان الاستعارة. بالنسبة لأركان الاستعارة هي أربعة أركان، الركن الأول وهو المستعار له، ثم المستعار منه عفوا، ثم المستعار، وأخيرا القرينة. الآن يجب أن ننتبه إلى أن المستعار له يطابق على مستوى الجملة التشبيهية المشبهة، ثم المستعار منه يطابق المشبه به، ثم المستعار هو اللفظ المنقول من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، ثم القرينة تنقسم إلى قسمين، قرينة لفظية وقرينة حالية، وسنأتي إلى توضيح الأمور يعني بالتدريج. أولا عندما نقول المستعار له، فالمستعار له على مستوى الدلالة اللغوية بمعنى استعرنا منه شيئا ما، عفوا استعرنا إليه شيئا ما، بمعنى أعطيناه صفة لا تخصه. أما بالنسبة للمستعار منه هو الذي تؤخذ منه هذه الصفة بطبيعة الحال. أما المستعار فهو اللفظ المنقول من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، ويختلف في من الاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية
هاي أن في الاستعارة المكنية يكون اللفظ المستعار هو ذلك اللازم تلك الصفة التي يتركها المشبه به بعد حذفه، بمعنى يكون هو ذلك اللازم أي الصفة التي يتركها المشبه به بعد حذفه. لذلك احنا قلنا لا بد اولا قبل ان ندرس الاركان او نحدد الاركان نحدد الانواع، لان اللفظ المستعار يختلف ما بين الاستعاره المكنيه والاستعاره التصريحيه بطبيعه الحال. ثم على انه قلنا ان الاستعاره المكنيه هي التي يحذف منها المشبه به ويترك لازم اللوازم، فذلك اللازم هو الذي يكون يعني مستعارا اذا كانت الاستعاره مكنيه. اما اذا كانت الاستعاره تصريحيه فان المستعار هو مدلول المشبه به، والمشبه به يكون مصرحا به في المثال. فناخذ اسمه بطبيعه الحال، اسم المشبه به هو الذي يكون مستعارا. الان سنحاول ان نعطي يعني مثالا واحدا، نحاول ان نستدرك منه من خلاله او عن طريقه هذه الاركان ونحلله وفق هذه الاركان باتباع طريقه محدده يعني فيها تدرج على مستوى استنطاق المثال الى ان نصل الى النتيجه النهائيه. إذا نأخذ مثال نقول فيه مثلا، أو يقول الشاعر: لا تعجبي لا تعجبي يا سلام من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. إذن هذا مثال وهو عبارة عن بيت شعري بطبيعة الحال، سنحاول أن نحله وفق أركان الاستعارة التي شرحناها آنفا. أول شيء، كيف يمكنني أنا كتلميذ أن أتعامل مع هذا المثال أثناء الامتحان إن شاء الله تعالى أو في أي سياق آخر؟ أول شيء يجب أن أعتمد عليه هو تحديد السياق المجازي، ثانيا تحديد السياق الحقيقي، ثالثا تحديد الطرفين. عندما نقول الطرفين بمعنى طرف شبيه، ثم رابعا نسبة كل طرف إلى المشبه والمشبه به، ثم خامسا بطبيعة الحال تحديد نوعية الاستعارة، وسادسا تحديد المستعار، ثم سابعا تحديد المستعار منه، ثامنا تحديد المستعار له، ثم يعني تاسعا واخيرا تحديد القرينة. اذا اول شيء اطرحه على نفسي، هل هذا السياق يعني مجازي أو حقيقي؟ وقبل أن أحدد هل هو مجازي أو حقيقي يجب أن أفهم السياق أولا. لا تعجبي يا سلم، وسلم اسم امرأة، من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. أولا يجب أن أحدد حدود الاستعارة، هل المشيب شيب الرأس؟ هل يضحك؟ هل يمكنه أن يضحك؟ هل صفته الضحك؟ أكيد لا، هذا تعبير مجازي. لماذا لم أدخل هنا فبكى؟ لأن بكى لا تعود على المشيب،
وإنما تعود على الرجل، بمعنى الرجل إذا ضحك المشيب، بمعنى إذا كبر في السن ووصل إلى مرحلة الكهولة فإن رأسه يظهر بياضه كبياض الأسنان، وبالتالي بالنسبة إلينا يبكي عندما يصل الإنسان كهنا ويفقد شبابه ويتأسف على أيام شبابه وطفولته، كما يقول الشاعر على مستوى التمني: ليت الشباب يعود يوما وهيهات هيهات أن يعود الشباب بطبيعة الحال. إذا هنا لدينا حدود الاستعارة، بمعنى والمقصود بحدود الاستعارة أن نحددها من أين تبدأ وأين تنتهي، وبالتالي نقول نطرح سؤال: هل هذا السياق مجازي أم حقيقي؟ ضحك المشيب برأسه فبكى، فنجد على أن المشيب لا يضحك وليس من صفته الضحك، فنقول هو سياق مجازي. وأكون بذلك بطبيعة الحال حددت العنصر الأول على أن هذا السياق مجازي. العنصر الثاني أحدد السياق الحقيقي. إذا كان المشيب لا يضحك وكان الضحك ليس صفة للمشيب، فمن يضحك حقيقة؟ الإنسان. وبالتالي الضحك من صفة الإنسان، وأسجل أسفل المشيب الإنسان، فيكون على مستوى الحقيقة، على مستوى الحقيقة نقول ضحك الإنسان، وعلى مستوى المجاز نقول ضحك المشيب. ثم العنصر الثاني نحدد طرفين، طرفان واضحان أمامي، فأقول مثلا نأخذ الطرف الأول وهو المشيب، ثم الطرف الثاني وهو الإنسان بطبيعة الحال، ثم رابعا أن أنسب كل طرف إلى المشبه والمشبه به، بمعنى أين هو، أين المشبه هنا وأين المشبه به في المشيب والإنسان. هناك قاعدة هنا يجب أن ننتبه إليها، لأن أهم شيء في هذا الكلام يعني في مجمله، وهو نسبة كل طرف إلى ما يناسبه. أولا لدينا عنصرين: الطرف الذي يحتوي الصفة حقيقة هو المشبه به، يجب أن ننتبه هذا، بمعنى الطرف الذي يحتوي الصفة حقيقة هو المشبه به. ثم الطريقة الثانية أو الطريقة الأولى هو أن عناصر الطبيعة، عناصر الطبيعة هي التي في الغالب وليس دائما، في الغالب تكون مشبها به. ما معنى العنصر الأول؟ أن نقول مثلا عناصر الطبيعة هي التي تكون في الغالب مشبها به، بمعنى أنه عندما أقول لك أنا مثلا زيد، أو أقول بعبارة أخرى رأيت أسدا يمشي، وأقول كذلك مثلا تصدق البحر بماله، لدينا عنصران طبيعيان ها هنا، فنأخذ العنصر الأول وهو الأسد في المثال الأول، ونحن نريد من الأسد القوة والشجاعة، فبالتالي على أن الأسد يجب أن يكون مشبه به، لأن دائما الإنسان هو الذي يتشبه بعناصر الطبيعة، فالأسد أكثر قوة وشجاعة من الإنسان، والبحر في المثال الموالي أكثر بطبيعة الحال جودا وكرما في هذا السياق من الإنسان، والشمس أكثر إشراقا وجمالا ودفئا من الإنسان، والبدر أكثر علوا ورفعة وسموا وجمالا من الإنسان، وقس على ذلك كثير. وبالتالي فالإنسان هو الذي يريد أن يتشبه دائما بعناصر الطبيعة، وليس العكس أن نقول الأسد كالإنسان قوة أو كزيد قوة مثلا أو غير ذلك. إذن هذا هو الشيء الأول يجب أن ننتبه إليه، الإنسان يتشبه غالبا بعناصر الطبيعة. المؤشر الثاني بطبيعة الحال هو الذي نقول فيه أن الطرف الذي يحتوي الصفة حقيقة هو الذي يكون مشبها به، فنقول مثلا نأخذ مثالا يكون واضحا،
ضحك، خذ مثال صادق، إذا قلنا على أنه يجب أن بالنسبة للطرف الذي يحتوي الصفة الحقيقية هو الذي يكون مشبه به كما قلنا سابقا. نأخذ مثالا في هذا العنصر فنقول زأر، وهذا مثال مر معنا سابقا، زأر الجندي في المعركة بطبيعة الحال. وبالتالي بالنسبة إلينا الذي يحتوي الذي يزأر وهو النسب وليس الجندي، لأن الزائر هو صوت للأسود. وبالتالي الذي يحتوي هذه الصفة حقيقة فنقول زأر الأسد حقيقة، ونقول مجازا زأر الجندي. وبالتالي الأسد هو الذي يحتوي هذه الصفة حقيقة ويكون هو المشبه به بطبيعة الحال. إما أن يكون كما قلنا عناصر الطبيعة ويتم يعني تكون هي المشبه به لأن الإنسان يتشبه بها، وإما أن يكون يعني ذلك الطرف الذي يحتوي تلك الصفة الحقيقية هو المشبه به كما قلنا في هذا المثال. الآن نعود إلى المثال الذي يعني أمامنا ونحاول أن نطبق القاعدتين معا. هل القاعدة الأولى عناصر الطبيعة أو الطرف الذي يحتوي الصفة الحقيقية التي توجد فيه؟ فنجد على أن القاعدة الثانية هي الموجودة، بمعنى على أن لدينا الضحك والضحك صفة إنسانية، وبالتالي الذي يتصف هنا بالضحك حقيقة وهو الإنسان يكون مشبها به بطبيعة الحال. وإذا كان الإنسان مشبها به فالعنصر المتبقي وهو المشيب يكون مشبها. إذا يكون الإنسان مشبها به لأنه هو الذي يحتوي على صفة الضحك، ويكون المشيب مشبه، ويكون تقدير التشبيه في هذه الجملة إذا أردنا أن نحولها إلى تشبيه نقول المشيب كمشبه. أولا المشيب يضحك كالإنسان، فيكون المشيب مشبه والإنسان مشبه عفوا مشبه به بطبيعة الحال. الآن سنحدد بعد أن حددنا الطرفان سنحدد نوع السعارة. ونحن قلنا في نوع السعارة إما أن تكون مكنيتان مكنية، إذا قلنا على أساس أن القرينة عفوا القرينة هي الدلائل والمؤشرات بطبيعة الحال التي تدل على أن المعنى مجازي غير حقيقي بطبيعة الحال. وهذا المعطى كذلك يطبق في الجانب القضائي كما قلنا آنفا قرينة البراءة إلى غير ذلك، ونحن نطبقه في السياقات هنا في سياقات الاستعارة كذلك، بمعنى ما هو المؤشر الذي يقول على أن المعنى مجازي غير حقيقي، وتنقسم إلى قرينة لفظية بمعنى أنها تذكر لفظا في الجملة. ونأخذ مثالا زأر، هذا مثال تطرقنا إليه سابقا، الجندي. وبالتالي نجد على أن الجندي لا يزأر لأن صفة إنسانية وهي صوت للأسد، والذي يزأر هو الأسد. والذي قالنا على أن هذا معنى مجازي هو لفظة موجودة في الجملة وهي لفظة زأر أو لفظة الزائر. وبالتالي القارنة هنا قارنة لفظية وهي زأر، ثم قارنة سياقية حالية وسياقية حالية بمعنى لا تذكر الظن إنما تستفاد من سياق الكلام. وسياق الكلام ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون سياقا عاما، ونقصد بالسياق العام بمعنى سياق داخل القصيدة الشعرية بطبيعة الحال، كان يكون السياق مدحا، سياق مدح، وسياق هجاء أو غزل أو وصف أو تعزية إلى غير ذلك. نأخذ مثالا في السياق العام فنقول مثلا رأيت أسدا، رأيت أسدا، رأيت بحرا، رأيت بدرا، رأيت قمرا، كز على ذلك. وبالتالي رأيت أسدا هذا المعنى قد يكون حقيقيا، لأن ممكن الإنسان أن يرى الأسد يعني في الطبيعة، ولكن السياق العام الذي يتواجد فيه هذا المثال
مثال إما الجملة العامة داخل البيت الشعري أو أنه في سياق القصيدة، نجد أن الشاعر يتحدث عن مدح ممدوحه بطبيعة الحال فيصفه بالأسد في قوته، وبالتالي تكون هنا القارنة قارنة سياقية، سياق العام يفرضها على أن الشاعر لا يمدح الأسد هنا وإنما هو في سياق مدح شخصية معينة بطبيعة الحال، وتكون هنا السياق القارنة قارنة يعني سياقية حالية لا يدل على لفظ معين وإنما السياق العام. ثم سياق خاص، سياق خاص مصدر بجملة توضيحية. المقصود بهذا الكلام على أنه تكون هناك بعض السياقات الخاصة جمل، ولكن هذه الجمل يتم توضيحها بجملة تصدرية، كأن نقول مثلا كأن نقول الجملة التي أعطينا سابقا قال عفوا، أو نأخذ الجملة يعني بشكل أكبر، قال الطفل يمدح أباه، رأيت أسدا. طبيعي ممكن أن يرى الطفل أسدا في الغابة، وهذا قلناه سابقا كذلك، ولكن الذي قال لنا أن هذا المعنى مجازي غير حقيقي، بمعنى لا يقصد بالأسد وإنما يقصد به شيء آخر وهو الأب، وهو الجملة التصريحية التي قيلت في بداية الكلام. وبالتالي بالنسبة إلينا هنا القارنة غير موجودة في حدود الاستعارة، أين تبدأ الاستعارة وأين تنتهي، لذلك هي قارنة سياقية حالية غير مذكورة لفظا، وإنما سياق خاص صدرت به هذه الاستعارة هو الذي وضح أن الأسد المقصود به الأب، وبالتالي الطفل يمدح أباه في قوته عندما شبهه بالأسد. إذا هذه هي القارنة، إما تكون لفظية مذكورة في الجملة، وإما تكون سياقية حالية في سياق عام وهو سياق مدح أو إجازة أو غيره، وإما تكون في سياق خاص مصدر بجملة توضيحية توضح أن المعنى مجازي غير حقيقي. الآن نتمم يعني تطبيقنا السابق، فنقول على أن القارنة هنا هي قارنة حدود الاستعارة، واضحة في القارنة المشيب لا يضحك، وبالتالي القارنة هي ضحكة وهي قارنة لفظية يمثلها لفظ ضحك. لاحظ عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة أن هذه الطريقة بهذه التلاتبية هي التي سوف تمكنك بطبيعة الحال من الوصول إلى الجواب الصحيح. فتكون نوعية الاستعارة المبنية اللفظ المستعار، استعار الضحك بمن من الإنسان أعطيناه مجازا للمشيب، والقارنة الدالة على هذا التحول هي لفظة ضحكة وهي قارنة لفظية مذكورة في المثال. الآن سنحاول أن نطبق نفس الطريقة على باقي الأمثلة المدرجة هنا في الجدول. قبل ذلك نحاول أن نسجل تعريف الاستعارة التي تطرقنا إليه سابقا، قلنا فيه أن الاستعارة هي تشبيه بليغ بمعنى محذوف الأداة ووجه الشبه، حذف أحد طرفين، وعندما نقول حذف أحد الطرفين إما أن يحذف المشبه أو يحذف المشبه به. الآن نتحول إلى الأمثلة. يقول المثال الأول: طار الخبر إلى القرية. دائما نسأل السؤال الذي قلناه سابقا، هل الخبر يطير؟ وبالتالي نكتشف على أن هذا المعنى معنى مجازي. من الذي يطير إذن؟ الذي يطير بطبيعة الحال هو الطائر، ونقول بطبيعة الحال حددنا السياق الحقيقي، فنقول طار الطائر إلى القرية حقيقة، ونقول مجازا طار الخبر إلى القرية. قلنا سابقا على أن الذي يتصف بتلك الصفة هو الذي يكون بطبيعة الحال مشبه به، فمن يتصف بفعل الطيران، هل الخبر أم الطائر؟ سيكون الجواب بطبيعة الحال الطائر، فيكون الطائر مشبه به.
ولما كان المشبه به غير مذكور في الجملة وتم حذفه وذكر لازم من لوازمه بعد حذفه، حيث بعد حذف الطائر ذكرت صفته وهي صفة الطائرة والطائرة، كانت الاستعارة ها هنا استعارة مكنية. لذلك قلت لك عزيزي التلميذ، أول شيء يجب أن تبدأ به على مستوى تحديد عناصر الاستعارة في الجدول أن تحدد أولا نوع الاستعارة، أن تحدد ثانيا المستعار، أن تحدد ثالثا المستعار منه، ثم رابعا أن تحدد المستعار له، ثم بعد ذلك نحدد القرينة. إذا قلنا هذه استعارة مكنية، لماذا؟ لأنه تم حذف المشبه به وذكر لازم من لوازمه. إذا استعارة، سجل هذه القناة، استعارة مكنية. ثم بعد ذلك نمر إلى العنصر الثاني وهو المستعار. قلنا إذا كانت الاستعارة مكنية فإن اللفظ المستعار يكون هو ذلك اللازم الذي تركه المشبه به بعد حذفه. فالمشبه به هو الطائر، حذف وترك لازما يدل عليه ويؤشر عليه وهو طار، فبالتالي اللفظ المستعار وهو طار كما قلنا سابقا وهو ذلك اللازم. فنقول المستعار هو طار. ثم نتتبع الامور بطريقه يعني بسيطه. طار من اين استعرناها؟ بطبيعه الحال استعرناها حقيقه من الطائر، فكان الطائر هو المستعار منه. فقلنا آنفا على أن المستعار منه يطابق على مستوى الجملة التشبيهية المشبه به، والمستعار له يطابق المشبه بطبيعة الحال، والطائر غير مذكور هنا محذوف، نسجل إذا أردنا محذوف حتى تكون الأمور واضحة، الطائر غير موجود محذوف. إذن استعرنا الطيران من الطائر لمن أعطيناه الحق على مستوى المجازي، أعطيناه إلى الخبر. ثم تبقى لنا عزيزي التلميذ وعزيزتي التلميذة القرينة. إذا عدنا إلى المثال، هل القرينة هنا سياقية أم حالية؟ هل هناك لفظ دال أم هناك سياق عام أو خاص؟ نجعل أن هناك لفظ دال وهو لفظ الطيران، هو الذي قال لنا أن الخبر لا يطير، وإنما الذي يطير هو الطائر، فبالتالي كانت القرينة هي لفظة طار، وبالتالي هي قرينة لفظية بين قوسين طار. فهذا هو تحديد المثال الاول. تتبعنا فيه تدرج، يعني هذه تدرج واجابه على هذه السياقات التسعه التي قلنا سابقا. الان نتحول عزيزتي التلميذه الى المثال الثاني الذي يقول: قال الطالب يصف معلمه. وهذه جمله يعني مصدره توضيحيه في سياق خاص كما سياتي فيما بعد. رايت بحرا، رأيت بحرا. أكيد عزيزي التلميذ الذي سوف يقرأ هذا المثال في حدوده رأيت بحرا سيقول هذا كلام حقيقي، هل أرى البحر؟ يعني مسألة حقيقية وطبيعية. ولكن هذه الجملة التي صدرت بها الاستعارة هي التي تقول لنا أن المعنى معنى مجازي غير حقيقي بطبيعة الحال. فالمقصود بالبحر وهو المعلم الذي يصفه الطالب. فتقدير الكلام هنا رأيت المعلم الذي يشبه البحر في سعة علمه. البحر إما أن نشير به إلى جبل كرم كما يمكن أن نشير به في هذا السياق إلى سعة العلم على أن هذا المعلم معلم موسوعي بطبيعة الحال، وتم تشبيهه بسعة البحر في عمقه وشساعته إلى غير ذلك. وبالتالي قلنا سابقا على أنه عناصر الطبيعة هي التي يجب أن يتشبه بها الإنسان، فهنا المعلم هو الذي يجب أن يتشبه بالبحر في سعته وشساعته، لأن البحر أكثر سعة وشساعة وعمقا بطبيعة الحال، فيكون بالنسبة إلينا البحر مشبه به. وبالتالي المشبه به مذكور في المثال ومصرح به، وقلنا الاستعارة التصريحية هي التي يكون فيها المشبه به مصرحا به ومذكورا، وبالتالي نقول على أن الاستعارة هنا هي استعارة تصريحية. ثم نعود إلى هذا المثال لنتدرج على مستوى اختيار المستعار. قلنا إذا كانت الاستعارة تصريحية فإننا نأخذ مدلول المشبه
بطبيعة الحال. وقلنا بالمشبه يمكن أن نأخذ اسمه فقط، فهنا المشبه به وهو البحر، نأخذ اسمه فنقول استعرنا البحر، اسم البحر، فلا نريد من البحر إلا اسمه الذي استعرناه ها هنا. لمن استعرنا اسم البحر؟ لمن أعطينا هذا الاسم؟ أعطيناه بطبيعة الحال إلى من أولا استعرنا هذا الاسم؟ أولا استعرناه من البحر، وبطبيعة الحال البحر بالنسبة إلينا هنا مذكور وغير محذوف بطبيعة الحال. إذا قلنا على أن استعرنا اسم البحر من مستعار منه هو البحر، وأعطيناه مجازا بطبيعة الحال إلى المعلم، ونلاحظ على أن البحر مذكور والمعلم هنا هو الذي يكون بطبيعة الحال محذوفا. الآن نعود إلى القرينة. القرينة قلنا إما أن تكون لفظية أو سياقية حالية. إذا لاحظنا هذا المثال في حدود استعارته التي تبدأ من رأيت إلى البحر، نجد على أن هذا الكلام يؤشر على أنه حقيقي، رأيت بحرا، وبالتالي ليس هناك لفظ دال على مجازيته. لكن إذا أخذنا سياقه الجزئي هنا، ونلاحظ على أن هناك سياق جزئي، جملة تصديرية توضيحية تقول لنا على أن المقصود بالبحر هو المعلم الذي يمدحه طالبه عندما يصفه في موسوعيته بشساعة البحر وبعمقه، فتكون طبيعة الحال هنا القرينة قرينة سياقية حالية غير لفظية، لأن ليس هناك لفظ مذكور. إذا قرينة سياقية حالية. إذا عزيزي التلميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية تحليلنا إلى هذا الجدول، ثم نتحول بعد ذلك إلى صياغات استنتاجات حول هذا الدرس. الاستنتاج الأول يكون بطبيعة الحال على مستوى تعريف الاستعارة، وقلنا الاستعارة سابقا هي تشبيه بليغ حذف أحد طرفين، إما المشبه أو المشبه به. وقلنا أركانها هي نأخذ أولا المستعار، والمستعار قلنا فيه هو اللفظ المنقول من المعنى المجازي، المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، هو اللفظ المنقول من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. وقلنا يختلف من الاستعارة الصريحية إلى الاستعارة المكنية. في الاستعارة الصريحية يكون هو مدلول المشبه به، مدلول أو اسم المشبه به. أما في الاستعارة المكنية، إذا قلنا على أن المستعار هو اللفظ المنقول من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، ويكون في التصريحية هو مدلول أو اسم المشبه به، بينما يكون على مستوى الاستعارة المكنية هو ذلك اللازم، اللازم الذي يتركه المشبه به بعد حذفه. ثم الركن الثاني وهو المستعار منه بطبيعة الحال، والمستعار منه يطابق بالنسبة إلينا على مستوى الجملة التشبيهية المشبه به. وقلنا المستعار منه بمعنى ذلك الشيء الذي نستعير منه ونأخذ منه تلك الصفة التي نعطيها بطبيعة الحال. إلى الركن الثالث وهو المستعار له. والمستعار له يطابق كما قلنا يعني آنفا على مستوى الجملة التشبيهية المشبهة بطبيعة الحال. ثم يتبقى لنا يعني الركن الآخر والركن الرابع وهو القرينة. والقرينة كما يعني فسرناها سابقا من الدلائل التي تؤشر على أن هذا المعنى مجازي غير حقيقي. والقرينة تنقسم إلى قرينة لفظية بمعنى تذكر لفظا في الجملة، وهذه لا إشكال فيها، تذكر لفظا في الجملة كما وضحنا بطبيعة الحال، وهذه لا إشكال فيها. ثم قرينة سياقية
حالية سياقية حالية، وهذه وضحناها بمؤشرين اثنين، إما أن يكون السياق سياق عاما سياق عام وهو سياق القصيدة أو سياق الكلام، وهذا السياق العام يمكن أن يكون سياق مدح أو هجاء أو رثاء أو غير ذلك، وصف تعزية إلى غير ذلك من السياقات العامة. وثم القارنة العنصر المؤشر الثاني في القارنة السياقية الحالية وهو سياق خاص. وعندما نقول سياق خاص بمعنى يكون مصدرا، تكون جملة استعارة في حدودها مصدرة بجملة، يعني تصدير الجملة. إذا قلنا السياق الخاص هو تلك الجملة التي يتم تصدير بها الكلام، وهي جملة توضيحية كما شرحنا بطبيعة الحال سابقا. ثم العنصر الثالث على مستوى الاستنتاج وهو طرف ليس طرف وإنما نوع الاستعارة، وقلنا أن الاستعارة تنقسم إلى قسمين. النوع الأول بطبيعة الحال وهو الاستعارة التصريحية، وهي التي يصرح فيها المشبه به، ثم بطبيعة الحال العنصر الثاني وهي الاستعارة المكنية، وهي التي كما يعني فسرنا وأوضحنا سابقا يحذف منها المشبه به ويذكر لازم من لوازمه بطبيعة الحال. قلنا لازم بمعنى ذلك المؤشر وذلك الصفة أو ذلك الدليل الذي يدل على المشبه به بعد حذفه. إذا عزيزتي التلميذة هذا هو درس الاستعارة، تطرقنا فيه بطبيعة الحال إلى تعريفه، ومن تعريفه مرنا على يعني نوعيه، ثم إلى أركانه، ووضحنا الطريقة التي من خلالها يجب أن تحلل الاستعارة وتتبع الخطوات التالية بالتدرج لكي تصل إلى جواب صحيح. عزيزتي التلميذة أتمنى لكم يعني موفور الصحة والعافية، وأن يكون هذا الدرس يعني قد وصل إلى أفهامكم وأذهانكم، وانتظروا بطبيعة الحال فيما بعد تطبيقا لهذا الدرس سيكون في الصفحة المخصصة، الصفحة الفيسبوكية المخصصة لنا والتي تجمعنا بطبيعة الحال، وأرجو أن تتفاعلوا مع هذا الدرس تطبيقا ويعني تنظيرا، وأتمنى لكم التوفيق إلى درس لاحق إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا.